بص عليك يا رؤوف، بقى انت تعمل كده؟ انتوا جايين هنا عشان تقطموني ولا عشان نتفق؟ نعم، طلباتك. انا موافق على العرض بتاعك. كنت حاسه انك هتوافق، كنت بكدب نفسي. عرض ايه؟ هي نورة ما قالتلكوش ولا ايه؟ ده شيك بنص المبلغ ممضي مني بتاريخ النهارده، والباقي بعد التسجيل. شيك ايه وتسجيل ايه؟ 5 مليون جنيه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ بعتلي الفلوس دي. ده نص تمن ابني اللي في بطني. مدام نورا اتفقت مع الاستاذ رؤوف على انهم يتطلقوا ويعمل لها تنازل عن حضانته لطفلهم اللي لسه جاي في السكه مقابل 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه يا خسيس، بس ده كتير قوي. ده ورثي وانا حره فيه. بعدين فلوس الدنيا كلها ما تغلاش على ابني. وانت تقبل تبيع ابنك؟ ومين قالك ان انا هبيعه؟ انا بديله فرصه يتربى في حضن امه زي ما هي عايزه. وعموما هي عندك، اسالها، دي رغبتها، وانا بجريها بس عشان اريحها. وانت كده هتبقى مرتاح؟ استاذ رؤوف راجع نفسك كويس. التنازل اللي انت توقع عليه ده هيتوثق في الشهر العقاري، يعني هيبقى تنازل نهائي مفيش رجعه فيه. ده قراري الاخير يا متر. انا ما اقبلش اعيش مع واحده مش عايزاني، وما دام ده طلب نوره انا هنفذه لها. تنفذه لها ولا عشان تنهى في الملايين يا خسيس؟ اخصى عليك يا رؤوف، واحنا اللي امنا لك وادينا لك اختنا. ما بلاش انتوا بالذات. يعني ايه الكلام ده رؤوف؟ خد بالك من كلامك. واخد بالي ليه؟ زي ما انا بعت الغالي بالفلوس انتوا كمان عملتوا زي. اخرس، انا لا يمكن ابيع حته مني مهما كان الثمن. احنا مش واطين زيك عشان نبيع لحمنا. خد ياد الفلوس وغور من هنا. يلا يلا يلا. استاذ مختار استهدى بالله شويه يا جماعه. خد نورك اتفضل يوقع هنا. عايزه اقول لك ان اللي تمنه فلوس رخيص. الحمد لله ان ربنا نجانا انا واللي في بطني من واحد رخيص زيك.